السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما لاحظتوا في عنوان، ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا القضية أو غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي أصبح اليوم يعني فرض الوجود ديالو في المعادلة والملف اللي يعني متعلق بالملف ديال حمزه موبيبي واللي كيتطرق له الاستاذ رشيد العمارتي. وفي هذا الفيديو اخواني اخواتي فغادي نجاوبوا على هذا السؤال ديال اعتقال الاستاذ رشيد العمارتي من بعد ما تم الحذف في القناه ديالو يوم امس. فعلى بركه الله اخواني اخواتي نسترسلوا في هذا الفيديو، لكن قبل ذلك فنسمعوا لهذا رد فعل ديال الاستاذ رشيد العمارتي على قناته الثانيه، ومن بعد عاد غادي نسترسلو في الاجابه على السؤال ديال الاعتقال ديالو اللي منتشر كالناري في الهشيم هذا اليوم. وهذه نجي لكم قناه اخرى ديال زيرو، وانا ديجا معروف عند الناس في ملفات وطنيه ودوليه. غير بالغمزه تيفهم، والباقي راك كتعرف المثل هذا. سلم على الاصدقاء المتابعين ديالي، يعني المغرب كله. انا ما عنديش قناه اللي كنربح منها ولا كنستنفع منها، عندي قناه تعارف مع الشعب المغربي. ولكن حشموا شويه، انا اولا ما متواجدش من هذه 37 سنه، يمكن نكون في باريس ونصدق عاود في المدينه او في غيره. انا ماشي في مالي، انا في الاقامه ديالي كنرتاح بعد العمليه ديال الكورونوغرافي على القلب، والحمد لله استرجع وبقوه العزيز الجبار بخير وعلى خير. اذا اخواني اخواتي، وكيف ما شاهدتوا كيف ما لاحظتوا تابعتوا، فكان هذا الاستاذ رشيد العمارتي في اخر خروج اعلامي، خروج ديالو يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالضبط في القناه، عبر القناه الثانيه ديالو اللي كتحمل الاسم ديال رشيد الرحماتي. هذه القناه اللي هي القناه الثانيه ديال الاستاذ رشيد العمارتي، واللي نزل فيها هذا الفيديو هذا باش انه يطلعكم على الاخبار ديالو وعلى صحه ما يروج. فاخواني اخواتي، هذا التصريح ديالو ولا هذا الخروج الاعلامي ديالو او هذا الفيديو اللي دار في القناه الثانيه هو اجابه على السؤال المطروح حاليا، اللي هو اعتقال، حقيقه اعتقال الاستاذ رشيد العمارتي، لان الاشارات او لا مجموعه ديال المعلومات كتروج حاليا بخصوص ان الاستاذ رشيد العمارتي تم الاعتقال ديالو بمالي على خلفيه مجموعه ديال الامور، مجموعه ديال الشكايات اللي ربما معموله به. ما عرفتش اشنو هو السبب الحقيقي او علاش تبنات هذه المعلومات ديال الاعتقال ديالو، واش هنالك مذكرات بحث، لان هنالك من يتحدث على مذكرات بحث بخصوص الاستاذ رشيد العمارتي. لكن انا اللي كنعرف هو ان يعني الاستاذ رشيد العمارتي كيطرق مجموعه ديال القضايا، وكنتشاركوا في هذيك القضايا يعني معاه في نفس التوجه، لان بزاف ديال القضايا كتشكل الهم المشترك ديال بزاف ديال المغاربه، وحنا باعتبارنا مغاربه ومواطنين وكلنا حرق على هذا البلد، فهنالك قضايا اللي كتجمعنا بالاستاذ رشيد العمارتي. لكن واش هنالك تواصل شخصي ما بيني وما بين الاستاذ رشيد العمارتي؟ ما كاينش شي تواصل، لا عبر الخاص ولا عبر اي شيء ما عدا التعليقات. وهنا ملي جبدنا الكلام على التعليقات، فاخواني اخواتي كيف ما كتشاهدوا على الشاشه، هذا تعليق ديال الاستاذ رشيد العمارتي يوم امس على فيديو اللي درته بخصوص القناه ديالو الرسميه واللي تم الحذف ديالها من يوتيوب، وطرحنا السؤال عريض ما عرفناش شنو هو السبب ديال حذف هذيك القناه. فجاوبنا في هذا التعليق يوم امس بخصوص ان يعني تعرض الى الهكر، لانني انا تطرقت وقلت بان القناه ديال الاستاذ رشيد العمارتي تم الحذف ديالها من يوتيوب. هذا الشيء جا متزامن مع الحذف ديال القناه ديال اليوتيوب المغربي تحفه، وايضا مجموعه ديال القنوات اخرى ديال اخوه واخوات مغاربه. فهذا الامر خفت ليكون انه يعني بيد فاعل او جهه اجنبيه اللي ربما تقدر تكون وراء هذا السبب. لكن من خلال الاجابه ديال الاستاذ رشيد العمارتي في هذا الفيديو في هذا التعليق، فاتضح بانه عمل تقام يعني كيخص الاستاذ رشيد العمارتي، ربما جهه ما. فكاين بزاف يعني اللي كيتكلم ربما على ان الدنيا باطمه او لازمه، ولكن ما نقدروش نتهموا شي حد، لان المعني بالامر اللي هو الاستاذ رشيد العمارتي في حد ذاته، وما تهمش
شي جهه، فهو كيتكلم في مجموعه ديال القضايا، ربما عنده جهات اللي كيكنوا ليه العداء ربما قاموا بهذا الفعل. حنا اللي كيهمنا هو اننا نتطرق الى ما يقوله الاستاذ رشيد العمارتي، والمعلومات اللي كيقولها ماشي يعني من اجل المجامله ديالو او شيء من هذا القبيل، فكيف ما قلت كتوحدنا القضايا وكيوحدنا كتوحدنا المطالب اللي كنوجهوها بخصوص هذه القضايا، وعلى راسهم القضيه ديال دنيا باطمه والملف ديال حمزه مومبيبي، واللي كنطالبوا باش ان يعني تحقق العداله في هذه القضيه وفي هذاك الملف ديال حمزه مومبيبي. واستاذ رشيد العمارتي اغنى هذا الملف بمجموعه ديال المعلومات، وهذه الامور هذه ما نقدروش نقروها. وبخصوص النصب والاتهامات اللي كتوجه له بالنصب، فانا ما طاحش في ايديا ولا شيء واحد كيتعلق بالنصب. يمكن في المساله ديال العيد هو كان تحدث على هذه الامور، ولكن انا كنت كنتبع الاستاذ رشيد العمارتي من اجل ناخذ المعلومات بخصوص القضايا، ما كنتش متبع هذه النقطه هذه ديال العيد. لكن حتى هذيك المساله ديال العيد باش انا نقدروا نتهموا بانه نصب على الناس، ف انا كنظن انه ماشي نصب، وانما يقدر يكون لم يفي بالوعد، وربما كاين هنالك ظروف اللي خلته انه ما يفاش بالوعد. هو ما وفاش بالوعد وما نصبش، لان النصب هو انك دير شي حد شي حاجه ديالو. اما انك تقول لواحد الانسان انك غتعاونو وملي كتوصل الفتره وما كتعاونوش، تما خالفتي الوعد، يعني ما وفيتيش بالوعد وبعيد على النصب. هنا يعني كنسميو الاشياء بمسمياتها. هذا يعني هو الرؤيه ديالي لهذا الامر هذا اللي عنده علاقه بالنصب. فالمساله كيف ما قلت اخواني اخواتي، ديال الاعتقال ديال الاستاذ رشيد العمارتي، هو ما معتقلش، ما تمش الاعتقال ديالو. ويعني هذه يعني معلومه اللي موثوقه كيف ما لاحظتوا يعني في القناه الثانيه ديالو الفيديو اللي نزل، ف كيأكد بانه يعني غير معتقل. كانت هنالك اسباب يعني مرضيه هي اللي كانت خلاتو غاب، وما دام جبدنا هذه المساله هذه ديال الاسباب المرضيه، فواحد الاخ الله يجازيه بخير من صوابو الاستاذ رشيد العمارتي كان مرض، ومجموعه ديال الاخوه والاخوات وكذلك انا والمثال تمنينا ليه الشفاء، ولكن واحد الاخ وصفنا بالحمير فقط لاننا تمنينا الشفاء للاستاذ رشيد العمارتي. هذا الاخ ما فهمتش علاش منين جاب هذا الخلق الجديد ديال انك الا تمنيتي لشي حد الشفاء راك 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 حمار. ما فهمتش الاخ شنو هو علاش بنا هاد الخلاصه ديالو ولا هاد الحكم ديالو. ما فهمتش انا علاش بناه. يعني خلينا والله ما غاديش نطرق لهاد المساله هذه بزاف، اكيد مع ليام ولا ناقش هو هاد المساله هذه غير مع راسو غادي 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 يفهم هذا الا كان كيفهم. على اي اخواني اخواتي، كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكنتمنى انني كنت سلط الضوء وجيناكم بالحقائق بخصوص يعني القناه ديال الاستاذ رشيد العمارتي والمساله ديال الاعتقال ديالو. ختاما كيف ما تنقولوا دائما، الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر، وكنتمنى لكم التوفيق وخير الختام. السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.